السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سهام أم التوأم. أنا سائقة تاكسي في مدينة مكناس. خدمت في التاكسي وحببت الفكرة بزاف، فكرة زوينة. لقيت إعجاب بزاف من الناس، الناس فرحوا بيا، النساء أكثر شيء النساء، حتى الرجال كلهم فرحانين بمرأة تسوق في التاكسي. لقيت الناس يعني الله يسهل امرهم وقفوا معايا في مالين في التاكسي، ماستر تاكسي ومالي ميغرون تاكسي، خوتي يوسف والرشيدي الله يسهل امرهم، تشكرهم بزاف من المنبر هذا. اخويا عبد الاله والحبيب حتى هما وقفوا معايا الحق ما نساش خيرهم. وكانت اول مره سقت في 15 رمضان 2019، عطاني خويا ربيع القباج عطاني التاكسي ديالو رقم 386. لقيت واحد الاعجاب تنشكرو من هنايا، باغاكم كلكم اخوتي تساندوني وتوقفوا معايا. لهذا انا اخوتكم سيام باغا نخدم على بنياتي بالحلال، ما باغاش ندير حتى شي حاجه خايبه. هذوك اللي تيخرجوا الله يكون لهم في العون، يعني الله يعاونهم ما تنعيرهمش، ولا كل واحد ظروفه، ولكن انا ظروفي عندي جوج بنيات توأم ومطلقه من باهم، ولهذا يعني تنجري وتنقلب. مشيت صيفط جوج ديال البرقيات العامل مكناس، ها هو انايا والوالي ديال فاس، تنشدهم وتنطلب منهم. ولهذا انا تنشد ملكنا الحبيب الله يخلي لنا والله يطول له عمره، الله يطول لك عمرك اسيدنا الله يخليك لنا. راك تتبغي الناس ديال مكناس ومكانسه كلهم تيبغيوك اسيدنا، حتى الناس ديال الحزب الاحرار تا هما واقفين مع الشباب وداروا لي تتويج بدا كرموني الله يطول لهم العمر. كرموا اول سائقه تاكسي في مدينه مكناس، اخوتي كلهم لي دغون تاكسي تا هما كرموني الله يسهل امرهم. ولهذا سيدنا الله يطول لي عمرك الله يخليك ليلي نصفني انت اللي غاد نصفني سيدنا. ما الا خدمت عن مانيش كاره راك عارف مانيش كاره خصو غير وسيطه. ولهذا مالي لي تاكسي بقهوري في مدينه مكناس سيدنا، طحوني ماشي غير قهوري طحوني، كاين اللي تيدخل بحال 40 درهم، كاين اللي تيدخل 60 درهم، كاين اللي تيدخل 70 درهم. هادي علاش اسيدنا اسيدنا نصرني اسيدنا، انت هو الناصر الله هو اللي تنصر، وانت يا وانت انت غتنصرني اسيدنا الله يطول لي عمرك الله يجازيك بخير. وشكرا بزاف 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 والله يخليكم لي يا اخوتي الكاسه كلكم على راسي وكلكم ناس طيبين وكلكم واحد الاذاعه اللي درت لي واحد الشوهه باش ربح ليا. ولكن انا ما قلتش ديك الهضره، انا قلت بعض العناصر اللي تيقول بقيتي تخدمي عطيني الكاطو يا راه ماشي كلكم اخوتي، كلكم الله يعمرها بكم، كلكم عندكم عزيزه والامن في مدينه مكناس، كلهم تيحترموني وتيقدروني وعندهم عزيزه اخوتي كلهم، لا ديستي لا سيركيلاسيون كلهم عندهم عزيزه. هذه ايامات ما تيشوفونيش عيطوا ليا كلا بس سيهام مالكي ما تتخدميش، قلت لهم اخويا راه رافضيني من الخدم، قالك ما تخدميش. واش انا ما خدمش على ولادي؟ شنو غنمشي ندير؟ نمشي نفسد ندير شي حاجه خايبه؟ ما نقدرش. وانا اصلي صبريوي وعندني نيشان نيشان سيدنا، والحمد لله على كل حال وشكرا بزاف. لا حول ولا قوه.